بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا وهدى ورتب في تلاوته وحفظه وتطبيق ما فيه الدرجات العلى، وجعل أهل القرآن من خاصته وأكثرهم قربا يوم الحشر والرجعة. وأصلي وأسلم على معلم البشرية الذي كان قرآناً يمشي على هذه الأرض ونوراً مضيئاً للسالكين إلى الله صلى الله عليه وسلم، تسليماً عظيماً وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، القرآن هو كتاب الله العظيم، جاء في وصفه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لا تنقضي عجائبه، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، من عمل به أجر ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وجاء الإسلام حاثاً على تعلم القرآن الكريم وحفظه وفهم أحكامه في أحاديث نبوية كثيرة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فإنه أول ما ينبغي من علم الله أن يتعلمه، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. ومن هذا المنطلق جاءت إقامة هذا المركز الصيفي خدمة للقرآن الكريم وتعليمه وتدبره، حيث استقبل المركز هذا العام ما يزيد عن 50 طالبا في مختلف الأعمار، وكانت مدة الدراسة في هذا المركز الصيفي قرابة شهر كامل. تلقى فيه الطلاب علوما مختلفة في الفقه والتجويد والنحو، مع مراعاة الحفظ والتلاوة المتقنة، وتعليم الطلاب الصلاة والوضوء، والحمد لله أخذ الطلاب من ذلك نصيبا وافرا. أيها المؤمنون، نبدأ حفلنا هذا بتلاوات معطرة من الطلبة محمد بن خالد الشرياني، وياسين بن أحمد العدواني، وفراس بن علي الهنائي، وآدم بن محمد البسعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نبقى الآن مع مقطوعة إنشادية من تقديم فرقة حديث الروح الإنشادية. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. غفراني. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. غفراني. رتله عطشاني. أسعد به أبويك في أخراهما. قلدوهما من تيجة التيجاني. عطر زوايا البيت من آياتي. تزكى كنفح المسك والريحاني. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. غفراني. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. في كل حرف قد جزيت بأجره ضعفا من المولى عظيم الشان. قد خاصه الرحمن أعظم رتبة أعظم برتبة حامل القرآن. الأجر والغفران. غفراني. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. عطشاني. نستمع الآن إلى محاضرة للشيخ الدكتور سعيد بن أحمد الرواحي. أحمد الله العلي القدير الذي من علي بالجلوس إليكم في هذا المسجد الطاهر الشريف. أسأله سبحانه من واسع فضله وأحييكم جميعا أيها الآباء والإخوة والأبناء الأعزة
أحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني لأدري بأنكم اجتمعتم اليوم للاحتفاء بأبنائكم، لأنهم تعلموا العلم ودرسوا القرآن وجلسوا في حلقات المساجد، أدري ذلك نعم، وحق لكم أن تحتفوا بذلكم. لكن قبل الاحتفاء بهم أنا أحتفي بكم شخصيا، والسبب في ذلك أن هذه المجتمعات الجديدة في هذه الولاية، وهي وإن كانت مجتمعات جديدة ومن عهود قريبة، لكن سرعان ما تأتلف القلوب، والحمد لله حق حمده، إنها لنعمة كبيرة من الله عز وجل. ولا أدري أيهما الذي تقدم، هل هو المسجد الذي وحد كلمتكم وألف بين قلوبكم، أم هي الوحدة بينكم التي شرعها الله تبارك وتعالى بقوله إنما المؤمنون إخوة، فأنتم اتحدتم وصفت قلوبكم وتعلقت بخالقكم عز وجل، وسألتم الله عز وجل العون والتوفيق في تربية أبنائكم، هل هذا كان سببا في بناء هذا المسجد ووحدة الكلمة ووحدة الصف بينكم؟ كل ذلك جائز وممكن أن يتقدم هذا أو ذاك، وكل ذلك مما يقدر التهنئة به في الحقيقة. فإنني إذن أشكر الله عز وجل الذي من على أهل عمان بأمثالكم، ممن تصفو قلوبهم ويطمحون في أن يكونوا هؤلاء الأبناء يتربون تربية صالحة ترضي الله تبارك وتعالى أولا، وترضي أسرهم ثانيا، وترضي مجتمعهم ثالثا، حتى يغدو بإذن الله تبارك وتعالى عزا لهذا الوطن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم عند حسن ظنكم بهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يكلل مسعاكم بالنجاح والتوفيق. وأيضا فإنني أريد أن أنبه على جملة من الأمور، وأستغل هذه الفرصة الطيبة حيث جمعني الله تبارك وتعالى بكم لكي أحدثكم هذا الحديث الخاص الذي يجعله كرسالة إليكم. وقد تتوزع هذه الرسالة لكي يعم خيرها الغير، لكن مع ذلك تبقى رسالة خاصة بالفعل، لأنه يوجد ناس في المجتمع طموحين وأصحاب همة ونشاط، لكن هممهم لا تستمر غالبا، ربما لسبب أو لآخر تأتي على الإضمحلال والانتهاء، يكونون أصحاب قوة ونشاط ثم تذهب قوتهم ويضمحل نشاطهم. توجد طائفة من الناس بعكس ذلك، بدأوا ببسم الله والحمد لله وتوكلوا على الله، فها هم ينشدون الآن الله أكبر وكأنهم فرحين بالنصر مستبشرين بالخير والحمد لله. لذلك فأولى تلك الرسائل التي وجهوها إليكم وأنتم من هؤلاء الصنف من الخلق، أنني أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتكم على الحق والدين وعلى الصراط المستقيم، ونطلب من إخوتنا المعلمين المواظبة في تعليم هؤلاء الأبناء، وليس تعليمهم فقط مقتصرا في الحلقات في المساجد، بل ينبغي أن يتجاوز ذلك خارج المسجد، حتى وهم في الطريق وهم في الشارع وهم بين بيوتهم وحتى عند آبائهم في أسرهم. ينبغي علينا أن نوصل كلمة الحق إلى آبائهم، وهم يحبون ذلك، هم ينتظرون من المعلمين أصلا أن يأتوا إليهم، لكن المعلمين قد لا يأتون إليهم ظنا منهم أن الأب هذا ما يغضبه، والحق بأن هؤلاء الآباء يجعلونه تاجا فوق رؤوسهم ويحبون ذلك حبا كثيرا، ويشعرون بأن هذا الشخص الذي جاء ناصحا لهم
كما قال القائل رب أخ لك لم تلده أمك، لأنه حريص على مصلحة هذا الابن ولذلك يوجهه وينصحه، فينبغي عليهم أن يواظبوا على هذا الأمر وعلى التعليم باستمرار، وأن لا يكتفوا بحشو الأدمغة، بل ينبغي عليهم أن يهتموا بالممارسة العملية لما يتعلمونه. فإذا كان تعليمه مجرد حشو للأدمغة دون أن يكون لذلك أثر في قلوبهم وفي أعمالهم، لا شك لن نستطيع الانتفاع بهم، ولذلك علينا أن نجعله حاجة عملية يجب تطبيقه، وإذا خلت منه حياتهم علينا أن نبحث في وسائل العلاج لهم. وأيضا نطلب من هؤلاء الإخوة المعلمين أن يصبروا كل الصبر، فأنا أقول أنها مهمة جسيمة جدا، هي مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهم في الحقيقة ورثة النبيين عليهم الصلاة والسلام، والنبيون عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فلذلك جاء من خواطر قلوبهم أن يهتموا بالتعليم ويجعلونه كرسالة، لم يكتفوا بأن يكون ذلك لأبنائهم وبناتهم، بل أرادوا أن يوزعونه كما يوزع أحدنا صدقته على الفقراء والمساكين، نجده يبذل هذا العلم للغير. لماذا؟ لأن هذا المعلم يدرك علم اليقين بأنه إن أصلح غيره أصلح نفسه، وإن أصلح بيت غيره أصلح بيته، إن حرص على المجتمع من حوله كان فائدة ذلك لنفسه وليسرته، سينشئ مجتمعا آمنا لا يوجد فيه فساد. أما إذا تناسى الكل هذا الفساد الذي يستشري في كثير من المجتمعات ولم يهتم هؤلاء المعلمون، لا شك بأن النكبة سترجع على الجميع عليه وعلى غيره. وأيضا نريد أن نقول لهم كلمة أخيرة، أنكم ما تفعلونه لله تعالى خالص لوجهه الكريم، أنتم الآن لم تطلبوا جزاء ولا شكورا من الناس، ولكن مع ذلك معنى الإخلاص الحقيقي لله رب العالمين بأن تستمروا عليه وأن تصبروا صبرا يجعلكم على منهج النبوة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه قد ينال شيئا من التعب والنصب، ربما في يوم من الأيام تجد من يعاندك أو لا يرتضي منهجك أو يغضب من بعض تصرفاتك وربما يسيء إليك بالكلام ونحوه، فينبغي عليك أن تصبر وتحتسب وأن تجعل أجر ذلك لله عز وجل، وافترض بأنها نصيحة إن نفعتك خير وإن لم تنفعك لم تضرك إن شاء الله. نوجه نصائح لنا نحن الآباء الذين وجهنا هؤلاء الأبناء إلى هذه المساجد، أول شيء يجب أن يهتم به الأب بعدما بعث ابنه إلى المسجد لكي يتعلم هو إيجاد حاجة في المنزل تشبه المسجد. أريد أن أخبركم بما أننا اشتغلنا بالتعليم وعلمنا طبائع كثير من الطلاب وأفكارهم وماذا يطمحون وكيف هي أخلاقهم، تتأثر بشيء بعدم التنسيق، أنه لا يوجد تناسق ما بين البيت وما بين المدرسة أو ما بين البيت وما بين المسجد، يحصل بأن الولد إذا رجع من المسجد أو رجع من عند ذلك المعلم الحريص على أخلاقه ودينه إلى بيت لا يهتم يحدث حاجة، يعني نفرة من التعليم أولا قبل كل شيء، ثم يحصل لهذا الولد انطواء نوعا ما وتتغير نفسه إلى درجة أنه المسكين بسبب ضعف عقله لا يدري هل هذا الحال هو الصحيح أم هذا الحال، لا يميز لأن فطرته ما زالت سليمة تنتظر من الجميع أن تتواءم الأفكار والمناهج بحيث يكون لها هدف واحد بالفعل، والكل يطمح أن يكون على طريقة معينة.
فيصطدم الطفل نفسيا ويشعر بأنه بحاجة إلى شيء آخر لكي يقوي به نفسه ويثبتها حتى لا يقع فيما وقع فيه آخرون، فيبحث بطبيعة الحال إلى ما فيه رجحان لعقله وثبات لاستقامته ومنفعة لأسرته، فيبحث عن أي نصيحة تأتي من أي إنسان، وقد تأتي من صديق أو من صاحب سوء، وبالتالي سيتأثرون هؤلاء الأبناء. فلذلك ننصح هؤلاء الأبناء بأن يوجدوا توافق بينهم وبين المسجد، أن يعيشوا أولادهم في البيت كما يعيشونهم المعلمون في المساجد بنفس الخلق. فمثلا لا يكون هنالك واحد منا أمره المعلم بالصلاة والأب جالس مكانه في البيت يقول حال ولده روح صلي، هو جالس مكانه في البيت، كيف تتسق الأمور؟ لا يمكن. أيضا ينبغي على هؤلاء المعلمين أو على هؤلاء الآباء أن يشكروا هؤلاء المعلمين شكرا خاصا، وهم إن كانوا كما قلنا لا ينتظرون جزاء ولا شكورا لكنهم يحتاجون إلى التحفيز، وأكبر حافز لديهم أي لهؤلاء المعلمين أن نقف معهم بالفعل وقفة وأن نشجعهم وأن نكون معهم بالكلمة الطيبة على أقل تقدير. وإذا كانت هنالك فكرة من أحدهم لأجل سلامة هؤلاء الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة نأخذ تلك الفكرة نبلورها إن شاء الله حتى تغدو إن شاء الله موجودة، وهكذا الأفكار تكون كالشجرة إذا سقيناها جميعا أينعت وأورقت وبانت ثمارها. لذلك علينا أن نعطيهم الحافز دائما والمشجع، لا نقف ضدهم بل نقف معهم حتى ضد أبنائنا في وقت من الأوقات، قد يكون الإنسان يقف ضد ابنه وضد قريبه لأجل مصلحته وذلك بالاتفاق مع من هو أدرى بمصلحته. نريد أيضا أن نوجه نصيحة وكلمة ورسالة إلى أبنائنا الذين حضروا وهم الذين معنيون الآن بهذه الكلمات كلها، نريد أن نوجه إليهم بأنهم إذا ما جاء في خواطرهم محبة الدين ومحبة العلم لن يستطيع الوالد ولا المعلم أن يزرعه في قلبه، ينبغي علينا أن نتعلق بالعلم تعلقا كبيرا، والعلم للصغير قبل الكبير أليس كذلك؟ العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء كما يقول الشيخ سالمي رحمه الله تعالى في شرح الجامع الصحيح. فلذلك علينا أن نحرص على التعلم، نطلب من الأبناء أن يتعلموا وأن يجتهدوا اجتهادا بالغا، وهذا الاجتهاد في التعلم لهما طريقان وسهل لكم الأمور، الحفظ والفهم. إذا خلا منهما طالب علم لن يتعلم. أخبركم من واقع تجارب، يوجد ناس جلسوا إلى ناس متعلمين كثيرا وجلسوا إلى حلقات العلم لكنهم لم يهتموا بالحفظ وإنما اكتفوا فقط بما يسمعونه، وهذا خطأ كبير لأنهم لن يتعلموا ولن يحفظوا، لأنهم لم يحفظوا إذن لن يتعلموا، وكيف يفهمون شيئا وهم لم يحفظوه أصلا؟ فلا بد أن يحفظوه. لذلك أهم شيء نجعله لأبنائنا حتى نحقق لهم هذا الهدف هو أن نحفظهم المتون، سواء متن في الفقه أو متن في النحو أو أي متن من المتون، نريد أن نعلمهم إياه، نعلمهم علم من العلوم، نحفظهم متنا من المتون، وهذا المتن قد يكون نظما وقد يكون نثرا. الشيخ سالمي رحمه الله ألف في أنوار العقول قصيدة، ألف غاية المراد قصيدة في العقيدة، إذا حفظها طالب العلم سهل عليه فهم مسائل العقيدة. كذلك في النحو توجد متون نحفظهم إياها. بالنسبة للقرآن، في وزارة التربية والتعليم كل عام تقام مسابقة القرآن الكريم، إذا دخل فيها كل طالب من طلبة العلم ليعلم الآباء بأن ذلك يحقق لديهم مصلحة كبيرة في التعليم، وأكبر حافز على فهم المواد الدراسية وحفظ القرآن الكريم.
ما من طالب تميز في مسابقة القرآن الكريم على مستوى السلطنة، وأنا أجزم بذلك، إلا كان هذا سببه حفظه للقرآن الكريم. يعني تميزه في القرآن الكريم جعله متميزا في كل المواد أو في أكثرها على أقل تقدير. سبب ذلك هو اهتمامه بالقرآن، لأن القرآن ينمي الحفظ، ينمي الذاكرة، تتسع الذاكرة بحفظ القرآن الكريم. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نحفظهم إياها، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون الأحاديث، يكاد يحفظ الواحد آلاف الأحاديث ويذكرها دون تحريف ولا تغيير. هكذا ينبغي علينا أن نحفظهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع الحفظ يحتاج الطالب إلى الفهم، والفهم يحصل بإذن الله تعالى مع كثرة من يعلمه ومن يجلس إليه من المعلمين ومع كثرة ما يقرأه يحصل الفهم، لكن بدونهما لن نحصل على طالب متعلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم وأن يكلل مساعيكم بالنجاح والتفوق والتوفيق إن شاء الله تبارك وتعالى. أشكر الأبناء الذين قرأوا القرآن اليوم قراءة صحيحة، وسيجودونه إن شاء الله تجويدا رائعا في المستقبل بتعلمهم للتجويد. وأشكر الأخوة الذين أنشدوا وأثروا علينا بهذه القصيدة في حفظ القرآن وفي محبة القرآن الكريم وفي الالتزام بأحكامه وحكمه. جعلنا الله تعالى من أهل القرآن الكريم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض المرئي عن بعض الأنشطة التي أقامها المركز في الفترة الماضية. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح في لحظة عنها متأخرا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هو قرآن أنت هيك تمسك عليه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لما تصل إلى مثل الرحمن تقدر تمسك بسم الله الرحمن الرحيم، كنت أخر عنه بشيء بسيط. ريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشرى إلى حتى هذا الموضوع، هذا الأطار الأول. بعدين تبدأ المضمضة. المضمضة تثقل الماء في فمك. إنزين؟ ولابد إنك تجيب الإصبع هذه مالك وتفرك داخل. أيوه داخل تفرك هذا كلام. دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك القرآن. يا حامل القرآن يا حامل القرآن حامل القرآن قد خصك الرحمن.
من أي أبواب الثناء نسجل، وبأي أبيات القصيد نعبر، وفي كل لمسة من جودكم وأكفكم للمكرمات أسطر. كنتم كسحابة معطاءة سقت الأرض فاخضرت، كنتم ولا زلتم كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود، فجزاكم الله عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين، وبارك فيكم وأسعدكم أينما كنتم. يسر إدارة مسجد الرضوان والقائمين على مشروع القرآن الكريم بهذا المسجد أن يكرموا كل من كان له دور في بناء المسجد أو مشروع القرآن الكريم، وهم سعيد بن محمد بن سعيد البوسعيدي، عيسى بن علي بن راشد الحديدي، محمد بن مبارك بن عبد الله البوسعيدي، الأستاذ محمد الإسماعيلي، سليمان الصباحي، أستاذ خميس بن سالم بن حمد البوسعيدي، أستاذ أحمد بن ناصر الخروصي، الدكتور سليم الهنائي، الأستاذ بدر بن خميس الحديدي، الفاضل محمد بن سيف العدوي، الفاضل أحمد الخايفي، الأستاذ يعقوب بن هلال الشرياني، الأستاذ سعيد بن حمد الخصيبي، أستاذ أحمد بن سعيد البوسعيدي، الأستاذ خالد بن هلال الشرياني، سلطان بحر المجاني، أستاذ علي بن سليم الشكيلي، أستاذ ناصر بن مسلم الخصيبي، الأستاذ محمد بن خليفة البوسعيدي، كما يسرنا تكريم الفرقة الإنشادية حديث الروح، وهم نبيل بن عبيد البوسعيدي، سند بن سعد الشكيلي، سعيد بن سعد الشكيلي، وسمح بن سعد الشكيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن تكريم الطلاب المشاركين في المركز الصيفي، وهم محمد بن علي بن محمد الهنائي، إياد يوسف عبد الله السليماني،
مازن بن علي بن سالم البوسعيدي، محمد بن سامي بن محمد البوسعيدي، محمود بن علي بن محمد البوسعيدي، المجد بن جمعة بن خميس، المجد بن جمعة بن خميس، صهيب بن حمد بن خليفة البوسعيدي، الوارث بن نصير بن منصور القسيمي، عبد الله بن حمدان بن سالم البوسعيدي، آدم بن محمد بن خليفة البوسعيدي، فراس بن علي بن محمد الهنائي، أسامة بن أحمد بن سعيد البوسعيدي، عبد الله بن رياض بن عبد الله الشكيلي، عبد الرحمن بن عيسى بن سيف البوسعيدي، قيس بن محمد بن سيف العدوي، فياض بن محمود بن ناصر الخروصي، ناصر بن نصير بن منصور القسيمي، ياسين بن أحمد بن خلفان العدواني، بشار بن خليفة بن علي البوسعيدي. الحمد لله. محمد بن سليمان بن سعيد البوسعيدي، صلاح بن سالم بن محمود البوسعيدي، أحمد بن خالد بن هلال الشرياني، جاسم بن سلطان بن سعيد الحديدي، اليزن بن محمد بن عبد الله الحسني، محمد بن خالد بن هلال الشرياني، صالح بن موسى الزكواني، محمد بن سليمان بن حمير النعماني، يوسف بن خميس بن شوان الخويطري، حذيفة بن حافظ بن خميس البوسعيدي، خالد بن يعقوب بن خالد الحراصي، الوارث بن حمد بن حمود الخروصي، فيصل بن حمد بن هلال البوسعيدي، أنس بن أيوب بن يعقوب الصباحي، أحمد بن موسى بن صالح الزكواني، أيهم بن سالم بن محمد البوسعيدي، سالم بن راشد بن سالم البوسعيدي،
حمزة بن يوسف القصيمي. زياد بن محمد بن خميس السيابي. إبراهيم بن حمد بن حمود الخروصي. هشام بن عوض بن خليفة البوسعيدي. أصيل بن سعود بن سعيد الحديدي. إدريس بن إبراهيم بن محمد البوسعيدي. داود بن سليمان بن محمد البوسعيدي. صهيب بن سعيد خصيبي. عيسى سالم عبد الله اليحيائي. خالد بن هلال بن عبد الله الهنائي. الأيهم بن موسى بن خلفان الحضرمي. ما في الكرتون شيء؟ المهدي بن موسى بن صالح الحضرمي. مهدي 1 2 3 4 5 باقين كفيني. صلاح بن عيسى بن جمعة البوسعيدي كفين. عبد الله بن سعيد بن عبد الله الصباحي. عبد الله بن سعيد بن عبد الله السيفي. إياد بن سعيد بن عبد الله السيفي. زاهر بن عبد الله بن سلطان أبو سعيدي. خلاص الطلاب غايبين ثانيين. إدارة المركز أن تكرم الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد الرواحي بهدية متواضعة.